لابد أن يكون هناك تقييم وتقويم، تقييم مستمر لمعرفة درجة العمل، وتقويم الخلل في العمل. وإذا صار هذا يعني مراقبة الجودة في العمل وسد الخلل وإصلاح الخلل، لاحظوا يا إخوان، مراقبة الجودة في العمل وإصلاح الخلل، هذا يجب أن يجري حتى في المؤلفات والتدريس، حتى في الدروس العلم الشرعي لابد يكون هناك إتقان. وقيل لا تطلب سرعة العمل ولكن اطلب تجويده، فإن الناس لا يسألون في كم فرغ بقدر ما يسألون أو ما ينظرون في إتقانه وجودته، بقدر ما ينظرون في إتقانه وجودته، لا ينظرون في كم فرغ بقدر ما ينظرون في إتقانه وجودته.